أسعد الله مساكم بكل خير يا راس المال. أنا عادل بن هيف أسعد بأن ألتقيكم في البرايم الخامس في برنامج البزنس في نسخته الثالثة، والذي يبث حصرياً على شاشة قناة الواقع الفضائية وعبر رابط البث المباشر باليوتيوب. بعد التحية الأولى الموجهة لكم، كذلك أحيي إخواني لليوم حيشرفوني بإذن الله في البرايم، واللي وللأسف راح يغادر منهم شخص واحد، بداية مع محمد بن بندر، محمد المسردي، كذلك باسم المطيري، مناحي الأسلمي، وازع الهشال، ونواف الروقي. الآلية واضحة للجميع. محمد بن بدر أنت أول برايم يعتبر، صح؟ محمد المسردي أول برايم كذلك. بس واضحة لكم الآلية؟ واضحة. الأمور طيبة؟ طيب. كذلك الجمهور واضحة لهم الآلية. خلونا نبدأ في الجولة الأولى. سمعني صوتك يا معد عشان يطمئن قلبي. يلا عطونا الجولة الأولى، حنبدأ مع محمد بن بدر. ما تقربونها شوي ذي، ما اشوف البيت. تقدر تسوي سويتش بينك وبين محمد المسردي؟ كم قياس النظر عندك يا محمد؟ عالي. خلاص سوي سويتش. طيب اول ما يطلع السؤال على الشاشة اعطوني خبر لو تكرمتوا. كم تحتاجون ثانية؟ السؤال الأول لمحمد المسردي. من بينهم ائتلاف أوروبي معروف ومكون من ثلاث دول: كوندومينيوم، الفرانكفون، بينالوكس، أنجلو سكسون. السؤال ما طلع. السؤال ما طلع على الشاشة؟ لا. معدنا الجميل طلع على الشاشة السؤال. لا ما طلع. شوف. هو طلع. هو طلع. الآن طلع. تفضل. روح. من بينهم ائتلاف أوروبي معروف ومكون من ثلاث دول: كوندومينيوم، الفرانكفون، بينالوكس، أنجلو سكسون. هاشتاج. هاشتاج. إذن محمد المسردي يختار الهاشتاج. طبعا كل متسابق عنده خيار شراء السؤال قبل يطلع السؤال على الشاشة. تقول أنا بيشتري السؤال، قيمة السؤال 1000 ريال وتدفع 300 نقطة وتدفع 300. تمام، سواء نقطة أو ريال، يعني أنت في برنامج بزنس. تمام، يعني الصافي لك 700. كذلك عندك اللي هو الهاشتاج أو اتصال أو حذف إجابتين، مسموح لك تختار خيارين فقط في جولتين. واضح الأمور؟ يعني اذا انت الان محمد المسردي في الجوله الجايه يتبقى عنده حذف اجابتين او اتصال والاتصال فقط. بالجوله الثانيه، الثالثه ما فيه. الثالثه اذا تبقى له خيار شراء السؤال بس. ايه عاد انت مخير تستخدمه في الجوله الرابعه الخامسه. طبعا ننتظر اجابات الجمهور عبر تاج البزنس 42. محمد المسردي قول لي ثبت وثبت. روح ثبت. روح روح. ها ثبت. آيلول تقول بينالوكس. معها. معها؟ معها. ثبتوا لي على بينالوكس. وش ذا؟ ولي. ثبتوا لي واعطوني الإجابة. بينالوكس. واعطوني الإجابة. إجابة صحيحة يا محمد. طيب أعطونا الصناديق واختر قيمة للصندوق. ثلاثة وعشرين. ثلاثة وعشرين. اكشفوا لي عن قيمة الصندوق. خمسمية نقطة. طيب إذا لك منها 250 يا محمد، بما أنك استخدمت وسيلة مساعدة. أبو بندر جاهز؟ نعم. صوتك اللي دائما تبخل فينا علي، ليش؟ ليش تبخل بصوتك دائما؟ ما أبخل يا رجل. إي والله ما أبخل. أهم شيء أنك ما تبخل بجوبتك. لا إن شاء الله. وتركيزك. بإذن الله. أعطوني سؤال محمد بن بندر. السؤال يقول، السؤال يقول: مذهلة ما هي بس قصة حزن، رغم أن الحسن في حد ذاته مشكلة،
مين اللي قالها يا مين كلماته؟ طلال الرشيد، ناصر القحطاني، عبد الرحمن مساعد، الهلالي. اللي غناها الفنان القدير محمد عبده. عبد الرحمن بن مساعد. نثبت؟ ثبت. ثبتوا لي على الأمير عبد الرحمن بن مساعد. مذهلة. مذهلة. ما هي بس قصة حزن، رغم أن الحسن في حد ذاته مشكلة. طيبها تكمل ليها يا باسم؟ والله ماني بحفظها، لكن أذكرها حتى كانت على إعلان عطر بعد. وش طيبها قسوة؟ شفاها. وضحكها؟ همسة شفاها. الله. ثبتوا لي على الإجابة يا جماعة. عاش يا الضلع. أعطوني قيمة الصناديق واختر رقم يا محمد. ستة وعشرين. ستة وعشرين، والقيمة كاملة راح تروح لمحمد بن بندر. أعطونا قيمة الصناديق. تفضل. 500. طيب معدنا الجميل، يا ليت بس تقرب الاربيز من عندك عشان يطلع الصوت بشكل واضح. طيب يا سلام عليك يا حبيبنا يا ابو ربيع. طيب باسم جاهز؟ متوكل بالله وجاهز. خليك دائما مبتسم يا باسم. اعطوني سؤال باسم المطيري، والسؤال يقول يا باسم: من سجل للسعودية هدف الفوز ضد المغرب في كأس العالم 94؟ سامي الجابر، فؤاد انور، عبد الله صالح، محمد الخليوي. من سجل السعودية هدف الفوز ضد المغرب في كأس العالم 94؟ احنا خلينا هو يا عبد الله صالح يا فؤاد انور، لكن فؤاد انور. اثبت؟ ثبت. ثبتوا لي على فؤاد انور. مين عبد الله صالح يا باسم؟ والله ما اعرفه، بس انا لاني محمد الخليوي وسامي الجابر ما اتوقع، لكن محمد الخليوي شبهته باسم شخص يعني مشهور غير بدون ما اذكر يعني، فتوقعت انه مو بلاعب فقلت فؤاد انور. سامي الجابر سجل الهدف الاول، على فكره هو اللي سجل الهدف الاول سامي الجابر. للاسف ماني مالي في الثقافه الرياضيه، ولكن في هدف ثاني من اللي سجله؟ اعطوني الاجابه. ترى بعطيك معلومه، ليش قلت فؤاد انور؟ ليش؟ تراه دربني في نادي الشباب، هو هاني انور اخوه، وانا ابو عمر يمكن 14 سنه. يستاهل واحد اساطير الكره السعوديه بكل تاكيد. اعطونا قيمه، اعطونا يا جماعه الخير الصناديق الباسم. 28. طيب باسم بس اثبت لي بس في مكانك على البوديوم عشان الكادر بس. 28 يا باسم. 28. 28 يا جماعه قبول عن قيمه الصندوق. 600 نقطة. ألف مبروك يا باسم. مناحي الأسلمي جاهز؟ جاهز. طيب يا مناحي، يا رب تدوم ابتسامتك بعد السؤال. أعطوني سؤال مناحي الأسلمي. ولادة بنت المستكفي هي ملهمة، ولادة بنت المستكفي هي ملهمة لأحد الشعراء، فهل هو ابن زيدون، المتنبي، ابن الرومي، ابن محمدي؟ ابن زيدون. ابن زيدون. ثبتوا لي على ابن زيدون يا شيخ، يسعد لي ام الثقه. من وين جتك الثقه هذه؟ وجودي معك. كيف؟ وجودي معك يأهلني اني اكون على اطلاع كافي. ما سمح لي حتى اني اناقش يا جماعه الخير، اعطونا قيمه السؤال او اعطونا الاجابه عفوا. ثبت على ابن زيدون معدنا الجميل. أنت عندك حرفية عن السؤال. على فكرة دعائك اللي قبل السؤال كان سريع الاستجابة، اللهم لك الحمد، وهذه ابتسامة لا زالت. وش دعيت لك؟ عطني وش دعيتك يا دقيقة، وش دعيتك فيها؟ وش دعيت لك أنا فيها؟ أنت تقول عسى الابتسامة اللي تكون قبل السؤال تكون بعد السؤال. هذه أمنية مش دعوة. لا لا عشان نفرق. أوكي أنت متوتر بس مو لدرجة أنك ما تفكر ما تفرق بالدعوة والأمنية يا مناحي. الأمور طيبة؟ عطنا طيب عطونا الصناديق يا جماعة، عطونا الصناديق لمناحي الأسلمي. عطنا 27. 27؟ اكشفوا لي عن قيمة الصندوق 27.
200 نقطة. الله يوفقك يا مناحي. جاهز يا وازع؟ وازع الهشال، عطوني سؤال وازع جماعة. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. سؤال وازع يقول: من هو مخترع ميزان الحرارة المئوي؟ بيتر ميتشل، فرانسيس دريك، إدواردو بوخدير، أندريس سيليوس. أطالب اتصال. اتصال؟ ثبتوني على التايمر وعطوني اتصال يا جماعة الخير. الوازع، أنا ألاحظ أن في كثير منكم ما يأخذ حذف إجابتين. مغامرة. الموقف حسمي يا ابو، مثل ما قلت يعني ليش تروح الهاشتاج او اتصال؟ اعتقد ان الاجابه اقرب انها تكون صح. ترى انا اول كنت باخذ حذف اجابتين يعني مثل فؤاد انور وعبد الله صالح، ليش ما حذفت اجابتين؟ انا بغيت اسويها بس اني خلاص قلت دام في البدايه خلني ارمع يعني. يا سلام عليك يا باسم. طيب غند معنا، غند جاهزه؟ جاهزه. طيب يا سمعوني صوت غند في الاربيز او علموني وش تقول. إيه جاهزة. طيب أقرأ عليك السؤال يا غند ولا طالع على الشاشة؟ طالع على الشاشة. طيب إيش الجواب؟ معك 35 ثانية يا غند. أندريس. طيب شكرا يا غند. تقول غند أندريس سيليوس. ثبت. أثبت؟ ثبت. تتفق مع غند؟ أتفق. ثبتوا لي على أندريس يا جماعة وعطوني المؤشر إما أحمر أو أخضر. الصناديق. واحد. متخالف أنك تكون الرقم واحد في البرنامج. 300. ألف مبروك، 300 نقطة. ها طيب نواف جاهز؟ جاهز. يلا عطوني سؤال نواف يا جماعة. أبحر يا أبو. سؤالك نواف يقول: القسم الثاني في البرلمان البريطاني يسمى العموم، فماذا يسمى الأول؟ العمال، اللوردات، الفقراء، الرعاة. هاشتاج. هاشتاج؟ على الهاشتاج يا جماعة. طيب نروح للهاشتاج وعلى بال ما توصل الإجابة في الهاشتاج نستغل ونقرأ إيش مكتوب في الهاشتاج بما أن الشباب ما عندهم جوالات. والله واضح محمد مفرح في جورجيا، ما أدري يرجع ولا ما يرجع. طيب هنا طبعا ننتظر إجابات الجمهور على الهاشتاج النواف الروقي. طيب هنا تقول آية، تقول: والله وازع والمسردي ومناحي يهمني رجوعهم. طيب ممتاز، شكرا آية. طيب تقول هنا آية ثانية بس من ليبيا، تقول: باسم كم أخذ من نقطة؟ 600 يا آية، 600. وركز زين الله يسعدك. هنا عبير تقول: لا حد يتصل إلا عارف الإجابة، يعني جابها معلومة جديدة. طيب نروح نسوي تحديث يا جماعة. يلا بالله عليك قولي ثبت عشان أثبت نواف. ثبت. ثبت. ميام. ميامي. تقول العمال. العمال. إيش الهمس يا جماعة؟ بيننا سوالف. ها؟ سوالف بيت. عشان نبعد الشك. تكفون، ما هو عشان شيء. تم. ثبت. ثبت. ثبتولي على العمال. عبير تقول في الهاشتاج: يا ليت اللي يتصل يكون عارف الإجابة. ليت اسكملتي يا عبير، قلتي حتى اللي يشارك في الهاشتاج يكون عارف الإجابة. عطوا الإجابة. اللوردات. اللوردات. عشان كذا أنا أقول لكم يا جماعة روحوا لحد في إجابتين. واضح الأمور؟ خلصت هي يا أبو هيب. خلصت. واضح الأمور يا جماعة؟ طيب الجولة الثانية. عوض. جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله. توكلنا على الله، من توكل على الله ما خاب. الجولة الثانية مع محمد المسردي. أعطوني سؤال محمد على الشاشة. قالوا بأن السرب يندب حظه
لكن بابي للكآبة موصد، بيت من قصيدة لشاعرة سعودية، فهل هي فاطمة القرني، سكينة الشريف، فوزية أبو خالد، بثينة اليتيم؟ اتصال اتصال اتصال؟ ترى مو واضح. أعطونا اتصال يا جماعة الخير، بس خلوني أعدلون بس الإعداد السؤال، لأنه مو واضح السؤال في الشاشة. طالع الآن الآن إيه إيه دقيقة خلينا نشوف. قصد المربى نفسه، لازم يكبرون شوي. قالوا بأن السرب يندب حظه لكن يأبى للكآبة. طيب بابي هو محمد المسردي مع حق، جهزوا للاتصال. محمد المسردي مع حق، ولكن أنا برضو أقدر أغطي عن هذه من البرمجة وخطأ طبيعي، لكنه ما يأثر. تدري ليش؟ لأني أنا أقرأ السؤال وأنا جنبك وأرفع صوتي، يأثر علينا. أنا أقرأ السؤال، أنا أبي أقرأ نفسي بعد، يعني قراءتي يمكن تختلف عن قراءتك. كنا نلقى الإجابة في وسط السؤال. معك حق، معك معك حق. خلاص إذا 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 الله كتب لك وطلعت اليوم افتح سبيس. أوكي ربع عندي افتح سبيس، تكون ضيف عندي إن شاء الله ضيف. بس لا تكتب بدون مداخلات لأني أتحسس منها. خلي المايكات مفتوحة. أوكي يلا الاتصال جاهز. من اللي معي؟ صاير لك موقف فيها. مين؟ غانية؟ رانيا؟ هلا رانيا. أيوة نعم. السؤال على الشاشة، أقرأ لك ولا واضح؟ أقرأ لي لأنه مكتوب في الشاشة. طيب أقرأ لك السؤال، يقول: قالوا بأن السرب يندب حظه، لكن بابي للكآبة موصد. من اللي كتب البيت هذا؟ فاطمة القرني، سكينة الشريف، فوزية أبو خالد، ولا بثينة اليتيم؟ لحظة قالوا بأن السرب لحظة بالله سكينة الشريف. سكينة الشريف؟ طيب يعطيك ألف عافية. طيب تتفق تختلف مع رانيا؟ أتفق. تتفق؟ طيب ثبتوا لي على سكينة الشريف. والله يجرح في قلبك السكينة يا سكينة، أنت ومن يسمع. أعطونا الإجابة. اختر قيمة للصندوق بعد ما تطلع الصناديق يا محمد. واجه اختار واحد، انا بختار 30. حلوة الشطرة، حبيت. طيب اعطوني قيمة الصندوق. 500 نقطة لك منها 250 يا محمد. محمد انت الان استنفدت جميع وسائل المساعدة، باقي لك فقط خيار شراء السؤال. تبي تستخدمه ما تبي تستخدمه؟ قبل تبي تستخدمه ما تبي تستخدمه هذا شيء. وحذف بعد باقي له 500 سم؟ لا باقي له شراء ولا حذف خاص دراس 500 نقص منها. واضح يا بندر يا محمد؟ ايوه يلا اعطوني سؤال يا محمد يا جماعة. سؤالك محمد يقول: من هو صاحب هدف السعودية الثاني في مرمى جنوب افريقيا في كأس العالم 1998؟ ابراهيم السويد، فهد المهلل، يوسف الثنيان، سعيد العويران؟ اتصال اتصال اتصال. طيب ثبتوا لي على الاتصال. انا استاذن من الاخوان في الاعداد، إذا ثبت على الاتصال شوفوا لي التايمر كم واحسبوه من عندكم 22 ثانية، بحيث المتصل لو ما جاب خلال 22 ثانية خلاص يغلق الاتصال. طيب اتصال، على بال ما يجهز الاتصال يا أبو بندر. من اللي ثقافته كويسة هنا كروية؟ من اللي معنا من الشباب هنا كروية؟ لا مهذل. لا 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 لا، من اللي معنا هنا على البودي رمعة. ثقافتي مو باللي في الرياضة، بس عندي رمعة. أقولها ولا بعد الاتصال؟ الله يعينك في الثلاث جولات الجاية يا محمد. ليه؟ أقول الله يعينك. آمين ويعينك. ويعيني ويعيننا جميعا. مشعل حبيبي، مشعل لك المعد اللي ذاك. مشعل ما أسمعك. هلا وسهلا يا مشعل الشمري. معك يا حبيبي. سامعني يا مشعل؟ سامعك سامعك. السؤال طالع على الشاشة وأقرأ عليك. مشعل يا مشعل اسمعني من التلفون لو تكرمت. يلا معك 3 سكوند دقيقة.
هذا يتصل ولا يطق؟ مشعل معك تسمعني؟ أسمعك. إيش الجواب يا مشعل؟ دقيقة بسرعة. شلوا لي مشعل لو سمحت. شلوا لي مشعل لو تقول عيد السؤال. تقول عيد السؤال. لا مشعل عنده مشكلة فنية. عنده مشكلة فنية. شلوا لي مشعل لو تكرمتوا. وعطوني اتصال ثاني. يعوض باتصال آخر. لأنه عنده مشكلة تقنية مشعل. وهذا حق للمتسابق. لكن لو سمع السؤال وأخذ وأعطى وتأخر هنا صح. صحيح. أبو مذل شكرا لك على الشاهي أبو مذل أبو مسفر عفوا حبيبي أبو مسفر والله يا حبيبي أبو مسفر أحبك في الله ولله وقرت عينك بشوفت والدك. طيب جاهز الاتصال؟ بالله عليكم اللي كلمني في الإربيزي قرب صوت الإربيز لو تكرمتوا. سلام. هلا. يا سلام كيف حالك؟ الله يعافيك. السؤال واضح لك على الشاشة ولا أقرأ عليك؟ وش السؤال بالضبط؟ طيب السؤال يقول من صاحب هدف السعودية الثاني في مرمى جنوب أفريقيا عام 1998 في كأس العالم؟ إبراهيم السويد. أمسي عليك بالخير يا أستاذ عادل. الله يمسيك بالنور. الله يعطيك العافية والصحة. الله يعافي قلبك. احنا ناخذ سماحي بالسلام معك سلامة تكمل. ونعم مرحبا بكم أسهل أبو هتان. ما عليك دور. طيب يوسف ثنيان. اي نعم. شكرا لك يا سلام. أبو بندر تتفق تختلف؟ أتفق معك. هالمرة نبيكم تعطوني وتثبتوا لي على يوسف ثنيان. اخ يا سلام للاسف عطونا الاجابه يا جماعه. للتصحيح سلامه اسمه سلامه الشمري ونعم يا سلامه. استاهل اختر قيمه للصندوق يا ابو بندر. طلعوا لي الصناديق يا جماعه. 11 ثبتوا لي على 11 واكشفوا عن القيمة. حياك 500 نقطة يا أبو بندر لك منها 250. عطوني سؤال باسم يا جماعة. وسؤالك يا باسم يقول إبان الفتوحات الإسلامية اقترن اسم قرية فلسطينية بمرض الطاعون فما اسمها؟ نعلين، بعلين، عوامس، أرسوف. أي إبان الفتوحات الإسلامية ترن اسم قرية فلسطينية بمرض الطاعون فما اسمها؟ طيب هاشتاج. هاشتاج؟ الله الله تبقونا على هاشتاج يا جماعة ونروح للهاشتاج. أشك في حاجة بس يا أبو ضي. أبو ضي صح يا باسم؟ الله الله. طيب طيب نقرأ اللي في التاج على بال ما توصل الإجابة. هنا تغريدة تقول عادل تكفى عجل علينا في الإعلان ورانا دوامات. احنا ايش قاعدين نلعب كورة يا أختي الله يسعدك. طيب هنا كذلك تقول اللي يدقون وما يعرفون الإجابة ليه داق؟ ترى ترفعون الضغط. إذا تعرف اتصل وإذا لا فكنا من شرك تعبنا وحنا نعلم. ما مشي النبرة اللي أنت تقرأ فيها نبيه؟ تقول ضابط النبرة يعني حق تحلط خبر فقرات جمهور. طيب هنا سؤال يقول الجولة كم الحين؟ الجولة الثانية. طيب
ايش عندك وراك؟ يلا يا باسم ثبت. ايلول تقول عوامس. عوامس ثبت. ثبتوا لي على عوامس يا جماعه الخير. انا من باب متعوم. وعطونا اللون. عطني 19. 19. عطوا طلعوا الصناديق وعطونا 19. ستمية نقطة. سهل. جاهز يا مناحي؟ أعطوني سؤال مناحي على الشاشة. سؤالك يا مناحي يقول: معاهدة تحريم الأسلحة البيولوجية أبرمت سنة 1975 1972 1967 1980. عطنا هاشتاج. هاشتاج. نروح للهاشتاج يا جماعه. احنا اليوم مو بنروح احنا اليوم ساكنين في الهاشتاج يا جماعه. والله العظيم على فكره كيف حالك؟ والله بخير. طيبه. طيب. سمعت قصيدتك اليوم مع تركي على فكره. سمعت اليوم قصيدتك مع تركي. قصيدتي؟ ايه. بس انا تعجبك ان شاء الله. تركي ما عرف انت مهديها لمن؟ لا. خله. لا هو عارف بس استعبط. خله تروح. هذه حركات تركي. خله تروح. يعرف رأيها. أنت وش اختاره؟ هاشتاج محمد الطوالة. كيف حالك؟ أمورك طيبة محمد؟ شلونك؟ محمد كل شيء زين؟ بكشين يا محمد. أقول بكشين. ما بشين بكشين. مايك كميوت على فكرة. مو ميوت. هذا ميوت. أو إنه في مشكلة بطارية. ما أدري. الآن شغال. ما بالضبط. طيب قول لي ثبت وثبت. يا مناحي وقف. انا واقف. قصدك هنا. وقف اصبعك. طيب ام تقول 1972. تتفق تختلف؟ أتفق. نصيحتي اختلف. نصيحه اختلف مع نصيحتك لكن اتفق مع الاجابه. طيب 1-0. ثبتوا لي على 1972 وقبل لا تطلعوا الاجابه اندم يا حبيبي. إذا نصحتك اسمع النصيحة أعطوني إجابته. أعطونا الصناديق المناحي. مهلا شلون نبرد؟ اختر قيمة. أعطونا 17. 17. اكشفوا لي عن القيمة المناحي. كمل. كم 700. تستاهل. 700. يا مناحي طيب. وازع جاهز؟ جاهز. سؤالك يا وازع يقول: عالم عربي لقب ببطليموس. بطليموس. 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 بطليموس عفوا. بطليموس الثاني فمن هو؟ ابو معشر البخلي الخوارزمي ابن ما سويه ابن الهيثم. هذه كيف اشتغلت الاضاءة هذه؟ احسن وجهك صاير احمر بالشاشة. هاشتاج يا هاشتاج. نروح للهاشتاج يا جماعه. نروح للهاشتاج. عالم عربي لقب ببطليموس الثاني فمن هو؟ ابو معشر البخلي الخوارزمي ابن ما سويه ابن الهيثم. بسيط. هنا يقول ردود مناحي تدرس. والله لك جمهور في ردوده يا مناحي. استانس مناحي مو براقد الليله. مو براقد الليله. طيب قول لي ثبت وازع وثبت. اوكي؟ اوكي. ها؟ ثبت. 21 تقول الخوارزمي. لا. مناحي. الخوارزمي. الخوارزمي حق الرياضيات. حق الرياضيات. نصيحتي غير. خوارزميات. قل لي مثل ما قال لي مناحي. لا. اختلف مع نصيحتك قل لي. اختلف. تختلف مع نصيحتي؟ اختلف معي. طيب عطوه الاجابه وثبتوا لي على الخوارزمي. عشان مره ثانيه. شفتوا كيف لعبت عليكم؟ انت الان عقلك الباطن تصورني انا مثل مناحي. وهذا اللي نبي اوصل له، ابيك لا تأمني يا باسم.
تقدر تقول هي وسيلة مساعدة. هي وسيلة مساعدة وممكن ماني بنسيء الظن يا جماعة، ترى طبيعي جدا ممكن ان انا لو اني واحد من اللي يدعمون الشباب اللي في النمونيه وجا السؤال عند محمد بن بندر بروح بجاوب غلط يا اخي، عشان اللي انا ادعمه يرجع القريه ويطلع محمد بن بندر، طبيعي جدا صح ولا لا؟ صحيح حق الجمهور حق مكتسب. انسانيا المفروض انكم تجاوب صح. ما في شيء انساني، انت في برنامج شو ما في شيء، احنا وشو لازم في انسانيه. انسانيه في كل شيء. كف 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 والله جد هو برنامج منافسه ما في انسانيه عادي، يعني ممكن يجي متصل يعطيك اجابه غلط تتعلم. بس شوف هذا ما فيها شرف الخصوم للاسف، يعني شرف الخصوم انك اما انك تشارك ولا تترك المجال لغيرك. هذا الكلام اللي درس كرك اخوي مناحي. مناحي قم عليه، قم عليه مناحي. نواف جاهز؟ جاهز. اعطوني سؤال نواف الرول. نواف سؤالك يقول: معركة شهيرة انتصر فيها المماليك على المغول، ما هي؟ اتصال. اعطوني اتصال يا جماعة، اعطوني اتصال. الله يسامح اللي حاطنا الأسئلة، الله يسامح. بس عشان تعرف الفرق ما بين الإبراهيم وما بين فقرة البورصة. الله يسامح. إذا ما كانت أسئلة إبراهيم صعبة صح ولا لا؟ صحيح. نعم. عشان الواحد يجتهد ما يدخل إبراهيم، مستوى لا تزال يعني في المستوى المتوسط. انا اعتقد انها هي بديك الصعوبه فوق المتوسط. المتوسط صح ولا لا؟ اتصال جاهز معنا يا جماعه؟ طيب اعطوني اسم المتصل. وليد. هلا وليد قشران. وليد الشمري. وليد الشمري ونعم يا وليد. وليد الشمري حبيب قلبي، سؤالك يقول طبعا عند النواف الروقي: معركة شهيرة انتصر فيها المماليك على المغول، فمن هي يا وليد؟ هي حطين، عين جالوت، بلاط الشهداء، ملاذ كرد. عين جالوت. سلم لي على الناس. عين جالوت وسلم لي على الناس. وصل سلامك. الله يسلمك ابو احمد. الله معارف الربع كلهم جايبين كلهم صح حفروا باطنا. يعطيك العافيه وليد. ايش قال؟ يقول سلمني على مناحي. الجواب يقول عين جالوت. عين جالوت. عين جالوت. ثبتوا لي على عين جالوت يا جماعه. طلعت خطا بخانك. ابتسم يا وليد قبل لا تبتسم يا نواف. الاجابه اكيد صحيحه. اعطوني جيبوا لنا الصناديق يا ابو هيثم. كيف؟ جيبوها لنا الصناديق. طيب اعطونا الصناديق. نواف اختر قيمة للصندوق. لا إله إلا الله. أعطنا سبعة. سبعة؟ ثبتوا لي على سبعة. اكشفوا عن قيمة الصندوق. 500 نقطة. سهلة طيبة. إذن لك منها 250. الجولة الثالثة مشاهدنا الكريم في البرايم الخامس. نتوكل على الله يا جماعه. توكل على الله. خامس محمد المسردي. اعطوني سؤال محمد. كم يساوي المقياس الارضي الار بالامتار المربعه؟ 100 متر، 1000 متر، 200 متر، 150 متر. ألف متر. ثبت. ثبتوا لي على ألف متر. رمعة أو عندك خلفية؟ رمعة. رمعة. بتندم إنك استعجلت في وسائل المساعدة الجولة الأولى والثانية؟ لا أنا إذا قدمت على شيء ما أندم. ما تعتقد إن السؤال هذا كان أسهل من الجولة الأولى والثانية أو أصعب عفواً؟ كلها سوا يعني نفس المستوى. ما في شيء صار من شيء مثل مرة ثانية. أو مية.
ما كل رمعه تصيب ولكن رمعه مثل رمعه باسم. اعطوني الاجابه. انا قاعد اكلف ولا مين؟ تعال نعوض 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 ابو شبيب. طيب هارد لك يا محمد. ابو بندر جاهز؟ ابو الله جاهز. اعطوني سؤال محمد بن بندر على الشاشه. وعلمني السقوط في بئر نفسي بأن الماء في الأعماق أحلى بيت لشاعر سعودي مشهور، فمن يكون؟ خالد الفيصل، سليمان بن سمحان العشماوي، جاسم الصحيح. عند البيت مش مطالع ترى. البيت يقول: وعلمني السقوط في بئر نفسي بأن الماء في الأعماق أحلى بيت. بأن الماء في الأعماق أحلى بيت للشاعر السعودي مشهور. الشاعر السعودي مشهور، فمن يكون؟ تاخذ الإربيز عني يا. لا بس إن بيت ما لها علاقة يعني، أنا بس للثقافة والتعليم لا أكثر. حلو دردوري. ما أدري لكن خالد الفيصل. خالد الفيصل؟ إيه. ثبت؟ ثبت. تبتولي على خالد الفيصل يا جماعة الخير. ليش قلت خالد الفيصل؟ رامعة. أعطوني الإجابة. أصلاً ما هو أسلوب خالد الفيصل. ايش ترى؟ عوض يا ابو ملك. عوض يا ابو ملك. عوض روسكم. عوض روسكم. ها؟ أخذ مع زيادة الجولات بدأ الفارق يتسع نوعاً ما ما بين الشباب. ونروح للسؤال الثالث عند باسم. توكلت بالله ونعم باسم جاهز؟ توكلت بالله ونعم بالله. نعم توكل بالله. أعطوني سؤال باسم. من هو مبتكر الكاريكاتور الفن الساخر اللي هو الكاريكاتير؟ تمام كاركتر. فيني ساباتو، فيتوريو فليني، أنيبال كاراتشي، دومينيكو كريغو. من هو مبتكر الكاريكاتور اللي هو فن الكاركتر الفن الساخر؟ والله هي اقرب مالها انها راح ترمع وسيله المساعده مي بالان عندك وسيله مساعده؟ لا بعدين. فيني ساباتو. ثبت ثبت رقم واحد ثبت. فيني ساباتو؟ نعم. ثبتوا لي على فيني ساباتو. طب انت عندك وسيله مساعده؟ بعدين. رامي الجاي يا شباب. هو تكنيك. صحيح. قد ينجح وقد يخطئ، صح؟ ناجح ان شاء الله. كل شيء بمشيئة الله لكنه عوض ابو ضيف. عوض راسك ملعب. عوض راسك ملعب. جاهز يا مناحي؟ جاهز. اعطوني سؤال مناحي يا جماعة. الاسم الاول يا مناحي، الاسم الاول لمؤسس شركة فورد الامريكية هو ريتشارد مايكل هنري هاري. عطنا اتصال. طيب من ناحية كم اخترت وسيلة مساعدة؟ اخذت بس هاشتاج. بس هاشتاج. طيب اعطوني اتصال لمناحي. طيب شيهانة جاهزة؟ شيهانة أقرأ عليك السؤال أو واضح عندك على الشاشة؟ نقرأ السؤال. طيب بقرأ لك السؤال.
الاسم الأول لمؤسس شركة فورد الأمريكية هو ريتشارد مايكل هنري هاري. هنري. انت هاري؟ هنري هنري. تقول هنري. إيه؟ طيب شكرا لك. طيب وينك يا محمد يا مناحي؟ هنري. تروح مع هنري؟ ثبتوا لي على هنري يا جماعة. مالك إلا هنري يا مناحي. تعرف ايش اسمه ابوه؟ شو؟ هنري تعرف ايش اسمه ابوه؟ فورد. صح؟ مركز ما عليك. حبيبي هنري فورد الإجابة صحيحة. طيب عطونا الصناديق المناحي. اختر قيمة للصندوق. عطنا تسعة. تسعة؟ اكشفوا لي عن قيمة الصندوق تسعة. مئتين وخمسين من أصل خمسمية يا مناحي. وازع كم جمعت نقطة إلى الآن؟ كم عند الوازع يا جماعة؟ 150 نقطة فقط. واستخدمت وسيلتين مساعدة. واحدة صابت واحدة أخضر. آخ يا وازع عطوني سؤال وازع على الشاشة. كم عدد الدول العربية التي يخترقها نهر الفرات؟ ثلاث دول، دولة، دولتان، أربع دول. دولتين ابو هيف. كيف؟ دولتين. دولتين؟ ايه. نثبت؟ ثبت. ثبتوا لي على دولتين الوازع. انا حزين جدا مشاهدي الكريم. فعليا حزين. لان وازع استنفذ جميع وسائل المساعدة. وما جمع فقط الا 150 نقطة في رصيده. هذا لا يعني هذا لا يعني انك انت تكون المغادر. قد تكون اقل الشباب رصيد في البرايم، ولكن عندك نقاط ثانيه سواء من التصويت او حتى من الرصيد الاسبوعي. ولكن هذا يعطي مؤشر خطير جدا انك قريب من الخروج يا واسع. صح ولا غلط؟ بس غلط. ما عاد في ندم كان. بالله بالله يا واسع بالله. السؤال يقول كم عدد الدول العربية التي يخترقها نهر الفرات؟ عرف بس. إذا نتكلم عن صعيد الدول التي تخترقها نهر الفرات تراها ثلاث دول. طيب. العراق، سوريا، تركيا. واضح السؤال يا وازع. لا دولة. ليش قلت دولتين؟ والله من نفسي. أبويا عدمني عمري بعد. واضح العراق وتركيا وسوريا. ايش دراني هنا ادري بعد. باسم كم يا باسم دوله؟ والله انا اقول العراق بس. هذا يقول دوله، انت تقول دول، انا اقول دولتين. من الصح الحين؟ باسم غلط. انت ولا هو ولا انا؟ هي العراق وتركيا وسوريا على مستوى الدول بشكل عام. اذا كذا صح لان عربيه دولتين. في السؤال الدول العربيه فالاجابه الصحيحه اعطونا يا جماعه الخير. خالص الدول العربية هي العراق وسوريا. يوهو عشان يكون السؤال واضح، هي دول عربية العراق وسوريا. استفدت معلومة كويس. طيب أنا كنت أظن أن العراق بس. لا هي العراق وسوريا وتركيا. تركيا ميب عربية هيا. وترى إجاباتكم على أسئلة الشباب يعني ترى أتمنى سواء منكم يا جماعة الخير أو حتى من الشباب إذا كان السؤال عند شخص أنكم ما تدخلوا معه على الخط، خلوه يفكر على راحته. نواف جاهز؟ جاهز. ختام الجولة الثالثة مع نواف. عفوا صندوقي وين؟ مع نواف. اي صناديق نسينا. فرحنا لك يا وازع. ما درفنا لك. انت غلط هو غلط وانا صح. هذا العادة تجيب. لا هي على مستوى الدول ثلاث لكن العربية ثنتين.
يلا عطونا صناديق. ستة. ستة؟ اكشفوا لي عن قيمة الصندوق ستة. 700. سبعمية نقطة يا وازع. جاهز نواف؟ عطوني سؤال نواف يا اخوان. سجل جميع أهداف منتخب إيطاليا في كأس العالم 1986 كابريني، أنشيلوتي، أليساندرو، التوبيلي، فيالي. أنشيلوتي اللي هو مدرب ريال مدريد حاليا. ايش؟ الثاني. الثاني؟ ثبتولي على الإجابة الثانية. أنشيلوتي؟ ثبتولي على كارلو أنشيلوتي. ما شاء الله عليك. أنا أبغى الكرة مالية والله صدق. لا أنت صدقت في اختيار أنشيلوتي، لأن أنشيلوتي مدرب عظيم للأمانة. ولكن ليس بلاعب عظيم. هو كان مدافع، أعطونا الإجابة يا جماعة. عوض. طيب الآن خلصنا من الجولة الثالثة. محمد ومحمد وباسم ومناحي ووازع ونواف، من سفراء الوقف يا جماعة؟ وازع ومحمد الطوالة. وازع ومحمد الطوالة. محمد الطوالة. ودي اخذ وازع بما انه معي في البرايم. سم وازع نبيه كونك سفير لهذا الوقف، هذه كمرتك، وتحدث للناس ولنا عن هذا الوقف المبارك وعن طريقه التبرع وعن فضل التبرع. يا ابشر على خشم. اول شيء صلوا على النبي. هذا وقف اليتيم الاول في وادي عمود منطقه جيزان. طبعا خدمة اشياء كثيره لليتيم، كسوه العيد وكسوه الشتاء وفواتير الكهرباء وفواتير الماء وتقضى البيت، الاشياء كثيره ما لها نهايه. السهم الاول للفرد 300 ريال، والسهم الثاني للوالدين 600، والسهم الاخير 900 للاسره. وما هو بشرط طبعا تدفع الاسهم اللي ذكرتها، ما تجود بها نفسك، من ريال اللي ما لها نهايه، والصدقه فضلها عظيم. و صلى الله عليه وسلم قال: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه. فمن من يبغي مرافقه الرسول في الجنه وصدقه تطفي غضب الرب. فاوصي نفسي واوصيكم شديد الكرام بالمساهمه والمشاركه ما تجود بها نفسك. الله يكتب اجرك وازع. الكاشات طالع على اسفل الشاشه مشاهدنا الكريم. يقول الله تعالى: واذا مرت فهو يشفين. الصدقة دائما وأبدا هي ممر عبور للتوفيق، للشفاء، كذلك حتى بنية من رحلوا من أسلافنا وأحبابنا، كذلك في هذا الوقف المبارك والذي يخدم مصارف كثيرة. يقول الله تعالى كذلك: وأنفقوا مما رزقناكم. المال مال الله، فارجوا بمالك ما عند الله سبحانه وتعالى. الله يكتب أجرنا وأجركم ويفرحنا عاجلا غير آجل باكتمال هذا الوقف. جاهزين؟ جاهزين للجولة الرابعة. الجولة الرابعة مشاهدنا الكريم، بسم الله على بركة الله. سؤالك يا محمد المسردي يقول: ورث مجد وشهرة أبيه وجده، وعندما يلعب مباراة تقل نسبة الجرائم في المكسيك، هل هو خورخي كامبوس، هوغو سانشيز، تشاريتو، كيفين ألفاريش؟ Thank you.
الإجابة الأولى. الأولى؟ خورخي. ثبتوا لي على الأولى يا جماعة. ثبتوا لي على خورخي كامبوس. ورث مجد أبيه، أو ورث مجد وشهرة أبيه وجده عندما يلعب في مباراة، من عظمة هذا اللاعب، عندما يلعب مباراة تقل نسبة الجرائم في المكسيك، لأن حتى المجرمين يروحون يشوفون المباراة. ما عندهم وقت يرتكبون جرائم. لعب في ريال مدريد. ولعب في مانشستر يونايتد. ولعب في بايرن ليفركوزن الألماني. اسمه الحقيقي خافيير هرنانديز. ولكن لقبه هوغو سانشيز. طلع لي الإجابة. تشيتشا هوغو طيبة. جاهز يا محمد بن بندر؟ لا جاهز. عطوني سؤال محمد. سؤالك محمد يقول: خليج كاربنتاريا يوجد تحديدا في دولة ماليزيا، استراليا، نيوزيلندا، اندونيسيا. خليج كاربنتاريا. كاربنتاريا. وقفت على ذا. اعطني هاشتاق. 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 عارف الإجابة يا باسم؟ بجاوب. لا بس أنا أسألك، عارف الإجابة؟ إن شاء الله. طيب. هاشتاق؟ إيه. خل نروح الهاشتاق يا جماعة. أكتب المايك. اكتب المايك. اخترت الهاشتاج صح؟ طيب لخمس دقائق واختاره. وش اسم الخليج يا باسم؟ كربنتارية. كربنتارية. أبو ربيع صحيح كربنتارية أو كربنتاريا؟ كربنتاريا. وش كربنتاريا؟ يجوز. لا جاز لك تعدل لي كل شوية. ها؟ لا والله بس استمتع أنا والله بالأسئلة، ولا أنت والله إني أقدرك. طبعا كربنتارية عشان تكون في الصورة هي 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 عاملة أو خادمة، ونتشرف بكل العاملين عندنا. هي خادمة في بيت عبد الرحمن الكليب. وهي متابعة للبرنامج على فكرة. طب المفروض يعطينا نقاط. طيب دام اننا جبنا اسمها. طيب ثبت. ايه. زهق محمد بن بندر. عامل وخدامة مش سوالفكم هذه. طيب انا ثبت وبقول لك الجواب. يلا. شاورني في اذني باسم ويقول نيوزيلندا صح؟ بس الجمهور يخالفك يا باسم. الجمهور ما يقول نيوزيلندا. هنا مون تقول استراليا. تروح مع باسم ولا مع؟ والله يحير مسلم. انت متاكد ولا لا؟ لا لا تجي يمي انا تراني على ما قيل. ايش قالت هي؟ هي تقول استراليا وباسم يقول نيوزيلندا. ها. انا ماني واثق والله. باسم وصل لدرجه انه يعدل لي الخليج. يقول كربنتارية. يعني الرجل سابع في الخليج هذا، رايح صايد اسماك وحيتان هناك. الحمد لله صايد وفايد. صايد وفايد لكن ظاهر ما انت بصايد اليوم. لا اليوم. ها. لا تسمع كلامي، اتحمل مسؤوليه نفسي فقط. وش اجابتها؟ هي تقول استراليا. طيب استراليا. ثبتوا لي على استراليا. ليتك رحت مع باسم يا محمد. لا والله ان شاء الله انه صح. ما مع مركب. الرجل عدل لي يقول كربنتارية يا جماعة. انت به غلط ها؟ لا لا تغير. اعطونا الاجابة. اشو انه ما سمع كلامي. انا عندي الحاسة 18 هذه ما تغير. ترى استراليا ونيوزيلندا جنب بعض عادي يعني. طيب جاهز يا باسم؟ ان شاء الله. وين راح صندوقي طيب ابو؟ عفوا صناديق. يلا ما عليه. الله بعد بعد اعطوني صناديق. اختر قيمه يا محمد. ما جانا شيء. ما اسمعك. ما جاء اي بس. اعطونا صناديق على الشاشه يا جماعه. اعطنا 14. 14؟ اي. اكشفوا لي عن قيمه الصندوق 14. 500 نقطة. باسم جاهز؟ إن شاء الله متوكل بالله. شوف إذا بتفيد فيد نفسك أرجوك. تمام؟ ما عليك من الشباب. خطأ واحد ولا خطأين غير لما يكون 20. طيب. خطأ 30 خطأ. سؤال باسم يقول. أعطوني سؤال باسم يا جماعة الجولة الرابعة.
كم عدد الصمامات في قلب الإنسان؟ 4 5 9 24. طيب والله اني محتار بين اثنين. لا ماني بحاذف الصوت يا جماعه. هو شف، هو يا رقم واحد يا رقم ثلاثه، يا 4 يا 9 صمامات. لكن خلينا نقول والله اني اذكرها. اتصال اتصال اتصال؟ اي اتصال. عطونا اتصال الباسم. الحمد لله سلمنا من الرمعات يا جماعة. والله انها يا 4 يا 9 وانا تراني اميل الاربعة. اميل طيب. الاربعة. الاتصال وممكن يكون المتصل معاه اجابة صحيحة وممكن يكون ان شاء الله خاطئة. إذا كان المتصل جاهز يا جماعة اعطوني اسمه. أنا حاب البرايم اليوم، برايم سريع وتيرته سريعة. إيه. فضل الله من فضلكم يا جماعة. ترى احنا نستمد بقوتنا منكم. هاي مناحي. نستمد نجاحنا منكم. إن كان في نجاح فأنتوا أساسه. مكملين البعض. صحيح. مكملين البعض. طيب. لو ترى أنت يا أبو هيف معطي الفقرة حقها الصدق. جعني ما خلى منك يا باسم، ما أجل من بعدكم. طيب هل الاتصال جاهز يا جماعة؟ ريهام معنا. ريهام؟ ايوه. اقرأ عليك السؤال ولا واضح؟ لا واضح واضح. 4 4 4 ليتني مختار. يا 4 حمامات. شكرا لك يا ريهام. نثبت مع ريهام؟ ايه ثبت مع ريهام. ثبتوا لي على 4 صح صح واعطونا الإجابة وخلوا بس باسم يفرح. 8 والله شف اكثر شيء متحسف عليه هو. شف انت لو شكيت بين 4 و5 ممكن اتقبلها، بس 9 شف شف بقول لك شيء والله 9 انا شوف انا ترى كنت اميل الاربعة كثير، بس 9 عرفت اللي قلت كذا خلني اشطح بمخي شوي لكن لاني متاكد ما هو بخمسة ومتاكد ما هو بالرقم الثاني اللي 15 مدري 13. طيب وش رايك تاخذ صندوق 9؟ لا اخذ 8. تبي 8؟ ايه. اعطونا الصناديق. نثبت على 8؟ الله الله. ثبتوا لي على 8. 800 نقطة لك منها 400 يا باسم. تستاهل تستاهل يا ابو بكر. جاهز يا مناحي؟ جاهز. توكلنا على الله، اعطوني سؤال يا مناحي. الله يحرم اني اتصلت. أسس علم الاقتصاد الحديث وكتاب ثروة الأمم وكتابه ثروة الأمم، فهل هو جون سميث، جراهام سميث، آدم سميث، جوردن سميث؟ حذف إجابتين ما يمدي. كم استنفذت وسيلة مساعدة؟ تبي حذف إجابتين؟ ما يمدي. أنت اخترت هاشتاج واتصال صح؟ ما يمدي. جون سميث. نثبت؟ ها؟ ثبت. ثبتوا لي على جون سميث. سميث يا جماعة. ثبتوا لي على جون سميث. أنت اخترت الهاشتاج صح؟ والاتصال. والاتصال. إذا ما تبقى لي من ناحية تمام أي... تمام خلاص ثبت على جون سميث. إيه؟ طيب. الإخوان في الإعداد حبيبنا هو أخذ الهاشتاج وخذ الاتصال. أنت خذيت اتصال ولا ما خذيت؟ أيوة خذيت اتصال. أنت ما خذيت اتصال؟ لا اتصال ما اتصال. الله أخذ اتصال. لا خذ تأكدوا لي الإخوان في الإعداد هل طلب اتصال ولا لا؟ خلاص خلاص كمل كمل كمل. لا حقك دقيقة. يشيكون الآن يشيكون الآن هل هو طلب اتصال ولا لا؟ يشيكون على صاحب الحصانة يا جماعة. شوفوا كيف
والله العظيم يا اخي سبحان الله كذا اللي ياخذون حصانات ماديه تنام يجفون على شواردها اللي يطلع من البرنامج يطلع اللي يدخل يدخل ما همني كل ابراهيم يجي اطلع من منيه ارجع حصانه ماديه ونعيش طيب الاخوان تاكدوا انت خذيت اتصال في سؤالك حق شركه فورد الامريكيه هنري فورد صح عشان كذا عرفت ذكرت ايه عشان كذا استفدت جميع وسائل المساعده طيب ثبتوا لي على جون سميث وعطوني الإجابة. أخوه. طيب أخوه يا ابن الحلال. ولا عيل عم. جاهز وازع. عطوني سؤال وازع على الشاشة. أبوه أولا ليتني قايل أربعة وسكت. سؤالك وازع يقول وما ضرنا أن قليل وجارنا. عزيز وجار الأكثرين ذليل من الذي كتب هذا البيت البحتري السموال أبو شمق مق طرفة ابن العبد تسمحون لي بس يا أخوان الإجابات واضحة عنده على الشاشة لا حد يعدل يا أخوان يعني البيت هذا لمن يعني إيه تسعة ثمانية أبو شمقمق أبو شمقمق ثبتولي على أبو شمقمق أبو شمقمق مر عليكم فقرة البوصلة أيه. على فكرة شاعر هجاء شاعر هجاء بس أنا ما أعتقد أنه أكثر يعني شهرة من الله يذكرني باسمه البحتري الذي هجا حتى أبوه وسجنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عرفتوا اسمه أبو شمقمق أبو شمقمق عراقي اسمه مروان لا 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 الشاعر شاعر الهجاء المعروف هو جانا في البورس أنا أتكلم لك عن شاعر هجاء معروف بعيدا عن أربعة طرفة ابن العبد من الشعراء اللي قتلهم شعرهم لا 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 شاعر هجاء تسمحوا لي بس يا جماعة الخير شاعر هجاء سؤالي واضح ايوه بعيدا عن الأربعة في شاعر هجاء معروف حتى سجنه عمر بن الخطاب هذاك ما هو شاعر ما اتكلم عن شاعر قتله شعره مثله مثل المتنبي وكذا شو اسمه؟ ابو هيب للمعلوميه نبيه اسمه الحطيئه الحطيئه ايه جور او اسمه حطيئه كيف؟ لكن الحطيئه انا متاكد وعفى عنه ايوه الحطيئه صحيح الحطيئه ايه الحطيئه وعفى عنه الحطيئه نشوف الاجابه يا وازع توكل على الله خل نشوف الإجابة يا جماعة. بس أبو هيف المعلومية أنا مش زليت وقلت السموال مقصدي إنه نطيقة طريقة النطق مش ايه؟ عشان تكون بالصورة. صح أنا أخطأ وأنت تخطئ ولكن مقياس الخطأ هل الخطأ يؤثر أو لا؟ هنا السؤال إذا كان يؤثر صح أما إذا كان لا يؤثر نخليه يمشي عشان إيش؟ عشان ما يفقد صاحب السؤال تركيزه ولا نثير الشك فقط لا اكثر ولا اقل يا جماعه صحيح. جعل ربي يوفقنا وياكم جميعا صحيح. جاهز نواف جاهز اعطوني سؤال نواف ختام الجوله الرابعه ارامكو واحده من كبريات شركه النفط فهل هي جزائريه قطريه اماراتيه سعوديه لا هذا السؤال يعني سعودية عاد خلي الثواني تخلص طيب نثبت ثبت يا رجال هذا السعودي فوق فوق ثبتوا لي على الإجابة واعطوني اللون الأخضر يا جماعة هذا والله أبو ربيع ما شاء الله عليه الصناديق بدأ يتحسن ما حط له برايك يا نواف الصناديق الصناديق واختر قيمة للصندوق 19 فيه لا 19 مو فيه عطني 16 16 عطني ملابس داخليه 16 وش لي عطني 16 17 16 ما فيه لا 16 مو يلا عطني 16 500 نفس يقول عطني 16 500 نقطه حلو الف مبروك الجوله الخامسه يا جماعه جاهزين الجوله الحاسمه عزيزي المشاهد انا عارف انك متوتر
لكنك مش اكثر توتر من الشباب الموجودين معنا واللي راح يغادرنا واحد. لا انا ماني متوتر. بعد نصف ساعه باسم ايش تقول؟ ماني متوتر. باسم يقول ماني متوتر. وانت اذا كنت توترت من عوده او عدم عوده وهذا يدي تكسر اللي هو كان سلطان بن دويحس، فما بالك بنفسك. لا بقول لك شيء، بقول لك شيء، دقيقه من الجوله الخامسه. على غيري اوكي، على غيري اوكي، اما انا والله ما اشتوتر. اوكي انا صدقتك، ما ادري عن الناس والله ما اشتوتر. طيب الجوله الخامسه يا جماعه، محمد المسردي شويه تركيز. يقول سؤال: اين ظهر الطربوش اول مره؟ تركيا، المغرب العربي، الخليج العربي، السودان. تركيا. قولي ثبت وثبت. ثبت حبيبي، انا احب الثقه. ثبتولي ثبتولي على الناس اللي تجاوب وهي واثقه، الناس اللي يعطيك الجواب. حبيتك انا في الجوله الخامسه اكثر من الجولات الاربع، قل لي ليش؟ ليش يا حبيبي؟ لانك واثق. الله يحفظك يا حبيبي، طول عمرك. خلينا نشوف الابتسامه هذه بتدوم ولا لا؟ دوم دوم يا ابو هيب، لما تدوم. طربوش تركيا يا ابو. محمد بن بندر جاهز؟ بالله جاهز، اليوم ودوم بعد. طيب اعطوني سؤال محمد بن بندر. سؤالك يا محمد يقول: هذا الأسئلة الصعبة. عرف في التاريخ الفرعوني بأنه موحد القطرين، من هو؟ رمسيس الثاني، الملك مينا، توت حنغ آمون. توت عنخ آمون. رمسيس الأول. باسم حيخصم عليك. رقم ثلاثة اسم توت هذا. مثبت؟ لا لا اسم هو. كلهم هم اسماء. طيب شو اسمه رقم اثنين ملك وشو؟ مينا. ثبت عليه. مثبت عليه؟ ثبتولي على الملك مينا. ليش اخترت الملك مينا يا ابو بندر؟ والله رمعه ما اعرف لا اللي في الثقافه هذه. رمعه. انت منت مرتاح؟ لا بالله مرتاح. والله منت مرتاح. والله اني مرتاح. والله ملامحك تقول غير الكلام اللي يقوله. توني قايل بس من ناحية الراحة مرتاح. والله اني مرتاح. ثبت. والله ما انت مرتاح. والله اني مرتاح، كله سؤال. ثبت خلينا نشوف وشو. منها بعد فائدة نعرف. واحد القطرين. وإذا كان خطأ تستفيد بعد صح؟ خطأ عادي استفيد من الغلط نعم. وإذا كان خطأ وش الأمور؟ الأمور يسرة. منها استفيد ومنها عرفت خطأي وش. يا سلام، يعني يعني فايدتك في الخطأ أكبر من الصح؟ نعم عشان تعلمني الصح وين. يا سلام عليك، أجل أعطوني الإجابة يا جماعة. أعطونا الصناديق لأبو بندر. عند لي بالبزنس. أعطونا الصناديق واختر قيمة للصندوق يا أبو بندر. 25. 25، اكشفوا عن القيمة. 400. جاهز يا باسم؟ إن شاء الله. سؤال باسم يقول: في أي عهد تم تأسيس مدينة جرش الأردنية؟ الإغريق، الرومان، البيزنطيين، السومريين. الاردنيه طيب. الفريق الهدوء يا اخوان. دقيقه، الفريق الرومان البيزنطيين السومري. لا سومري لا. جرش الاردنيه هو يا ثلاثه يا اربعه اذا ماني بغلطان، لكن مدينه جرش الاردنيه الإغريق لا، والرومان لا، البيزنطيين السومريين. أربعة ثبت. توكلنا بالله. ثبتولي على السومريين. أنا بسألك سؤال بسيط، يعني سؤال لقافة شوية. أنت عندك وسيلة مساعدة؟ لا. استنفدت كلها؟ استفدت الهاشتاج والاتصال نعم. أها لا إذا و... سبب اختيار السومريين، شوف الرومان يعني قلت أنا ما هم عرب يعني. أيوة. والبيزنطيين كذلك، والإغريق كذلك،
فرمعت بالسومريين يعني. حلو، تحليل يعني انا اشوف انه منطقي. منطقي ها؟ والله على الله، متوكلين بالله انا. هو تحليل منطقي، خلينا نشوف نتيجة التحليل يا جماعة. طيبة. مناحي جاهز؟ جاهز. سؤالك مناحي يقول: وما ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر، ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر، من قائل هذا البيت يا مناحي؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الصغرائي، الأصمعي، أبي الوردي. ثبت على الأصمعي. ثبت على الأصمعي؟ ثبتوا لي على الأصمعي، لأنه الأكثر شهرة كشعراً. صحيح. أشهر منه علي بن أبي طالب، ما اخترته. لا، علي بن أبي طالب يعني بعيد عن أي مقارنة، أنا أتكلم عن الشعر. حتى علي عرف عنه كثير من الأشعار، وأنا حافظ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان اخترت علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ سم؟ كان اخترت علي بن أبي طالب طالما أنه والله ما أسمعك. كان اخترت علي بن أبي طالب طالما أنه لا 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 بس ما أقصد، لكن أنا أعرف ممكن علي بن أبي طالب كان فيه سلاسة من ناحية التركيب. طيب، عطونا الإجابة. عوض أبو أحمد. عوض يا أبو فدا. عوض يا أبو أحمد. تعرف يا رجال. جاهز يا وازع؟ قرب من البودم لو تكرمت. عطوني سؤال وازع على الشاشة. سؤالك يا وازع يقول: سمي باسمه أكبر ملعب بالعاصمة صنعاء، ونال شخصية القرن في اليمن سنة 2000، فمن هو؟ علي النونو، أبو بكر ألماس، سالم سعيد، علي محسن المريسي. أول إجابة علي النونو. علي النونو، ثبتوا لي على ثبت؟ ثبت. ثبتوا لي على علي النونو. لاعب كبير علي النونو. حنا عصرناه على فكرة. كان أتوقع أنه يلبس الرقم 10 مع منتخب اليمن. ولكن هنا سنة 2000. 2000. عطونا الإجابة. عوض أبو ناصر. عارف طيبة. فدا. طيب. دروسك. طيب. جاهز يا نواف؟ بالنسبة للسؤال اللي اشترى الحين ولا متى؟ تبي تشتريه قبل لا يطلع على الشاشة؟ إيه بشتريه. تشتريه؟ إيه. إذا نواف الروقي يجازف ويشتري السؤال. يدفع 300 نقطة مقابل شراء السؤال بقيمة 1000. السؤال حيطلع معك؟ في حال كسبت حتاخذ 700 نقطة، في حال خسرت حتخسر 300 نقطة. أعطوني سؤال نواف على الشاشة. غواصة نووية روسية غرقت عام 2000 ومات جميع من فيها: بورسك، كورسك، فلاديمير، أناتولي. الثالثة، فلاديمير. أنت شاري السؤال، خذ راحتك، خذ راحتك. تبيني أثبت حثبت، بس معاك الوقت. ثبت يا رجل. نثبت على أي جواب؟ الثالث، فلاديمير. ثبتوا لي على فلاديمير. أحياناً قد تكسب كل شيء، وفي لحظة تخسر كل شيء بقرار متسرع، أو بتحليل غير منطقي. خ
خلونا نشوف إذا كان القرار متسرع وإذا كان التحليل غير منطقي من عدمه. عطونا الإجابة. عوض راسك. أمور بسيطة. نواف في السؤال الأخير من الجولة الخامسة يخسر 300 نقطة. الآن في اللحظة هذه تحسب الدرجات. انتهت الجولات الخمس. معي محمد المسردي، محمد بندر، وكذلك باسم المطيري من ناحية الأسلمي وازع على هالشال، ونواف الروقي. فاصل قصير. قبل الفاصل بنتأكد من سؤال. في سؤال من ضمن الجولات الخمس حيتأكدون منه الشباب. السؤال يختص بمين يا جماعة؟ طيب مناحي الأسلمي، في سؤال بنتأكد منه لك، أنت جبت عليه إجابة خاطئة. السؤال اللي هو الأخير اللي هو ما ظن أن الرزق يأتي بقوة، ما أكل العصفور شيئا مع النسري، أنت قلت الأصمعي وحنا قلنا علي بن أبي طالب. حيتأكدون من السؤال ويتأكدون من الإجابة إذا كان علي بن أبي طالب أو كان شخص غير الأسماء الأربعة المطروحة في الخيارات عشان المنافسة ونضمن العدالة ما بين الجميع. سؤال واحد فقط لا تستهين فيه، ممكن ينجيك ويخليك تكمل الحلم وتكمل نصف المسيرة، ذهب نصفها وبقي النصف الآخر. وسؤال كذلك ربما يخليك تودع هذه القرية. الإخوان في الإعداد، طيب انا اقترح على الزملاء اذا 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 كان التاكد حياخذ وقت نستبدله بسؤال اضافي، ما في اي مشكله. طيب على بال ما يتاكدون الشباب، كيف شفت وضعك في البرايم اليوم يا محمد؟ مبسوط باللي اديته، مبسوط اني جربت هالشعور جديد، شعور جديد، مرحلة جديدة من البرنامج، واني وقفت معك يا ابو هيف، شفتك من قريب. الله يسعد قلبك. الله يطول عمرك يرحمك. ابو بندر كيف شفت ادائك في الخمس جولات؟ الصوت لو تكرمته يا جماعة، لو تكرمته بس. ابو بندر باسم، والله انا اليوم طغت علي العجلة شوي، لكن الحمد لله احس اني ادائي كويس. يعني يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان يا اخوان، سلطان سلطان اعطوا الفقره حقه يا اخوان. بس اقول لك احس اني يعني احس اني اليوم يعني استعجلت شوي، لكن الحمد لله في المجمل ان شاء الله انه فيه رضا يعني. بس طيب قرب لي الاربيز لو تكرمت عشان اسمع صوتك بشكل واضح. طيب نستبدل سؤال مناحي بسؤال آخر، تمام يا مناحي؟ تمام. الأمور طيبة؟ طيب بس معلش سم، ما يمنع أعرف الإجابة الصحيحة ولا لحد ما تأكدوا؟ لا هي إجابتك ما هي بصحيحة، الأصمعي ما هي بصحيحة، ولكن الشك في أنه 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 أنه, إنه, إنه البيت هذا للشافعي، والشافعي لم يطرح ضمن الخيارات. تمام تمام. فعشان كذا عشان عدالة المنافسة احنا نستبدل لك السؤال. تمام الأمور طيبة. سؤال مناحي على الشاشة. طيب سؤالك مناحي يقول، طيب هو غاز النترك اللي على الشاشة. طيب ممتاز. غاز النترك هو غاز الأعصاب، التخدير، الضحك، الدموع.
يمكن التخدير. ايش؟ والله اني بين التخدير والغاز هو المسيل للدموع. ما ادري انا والله عنه. نترك. والله بين التخدير والدموع. لكن لا 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 اختار الدموع. الدموع؟ اختار الدموع. ثبتولي على الدموع. دايما دموع دموع دموع. لا تعجل بها يا ابو. السؤال هذا فعلا انت اخترت الاجابه، ما اخترت الاجابه الصحيحه، انت اخترت الشعور الصحيح. انا ودي ان عيني تدمع، لان حتى في السؤال الاضافي الاجابه. وموفقين رجال، وموفقين جميعا. فاصل قصير مشاهدنا الكريم، وبعدها راجعين باذن الله لنعرف من المغادر في البرايم الخامس في برنامج البزنس. فاصل وراجعين، لا تغير القناه.